يمكن استعرضنا في الفيديوهات اللي فاتت مجموعة متنوعة من أدوات EDF. طب لو فرضنا إن في أداة معينة مش موجودة في EDF، هل أقدر أبنيها؟ آه نقدر نبنيها، والحقيقة إحنا استخدمنا الخاصية دي في بناء أكتر من أداة زي ما هنشوف. عندنا أداة للتقويم الهجري، يعني المتعارف عليه اللي موجود بلتين في EDF هو التاريخ الميلادي، مفيش حاجة بتجيب لي التاريخ الهجري. فإحنا الحقيقة بنينا كومبوننت خاص بينا يكافي زي اللي بيعمله الميلادي، بس يعرض لي بالتاريخ الهجري، يعني أنا ممكن أتنقل ما بين الشهور، السنوات، أروح قبل، أروح بعد، أتنقل لتاريخ اليوم، أروح أكتب مثلا السنة مباشرة على أساس إن أنا أختارها من هنا. ممكن بقى أختار إن أنا أعمل تحويل للميلادي والعكس بالعكس على أساس إن أنا أعمل عملية التحويل. ففي API كمان موجودة مع الكومبوننت عشان تساعدني في العمليات المختلفة اللي بحتاجها على التاريخ الهجري. لو أنا مثلا قلت 437 وقت جاي كاتب مثلا 31، فمباشرة بيرفض مني الكلام ده. لو أنا كتبت مثلا 30 برضه رفض، لأن الشهر 10 ما فيهوش 30 يوم السنة دي. 29 قبل، يعني اكيد كل شهور فيها 29 يوم. فحتى لو كتبت يدويا ففي برضه API كامل للفاليديشن. الحقيقه برضه زي ما موجود في الميلادي، انا ممكن ان انا اعمل تاريخ هجري فقط، او ممكن ان انا اعمل تاريخ هجري يطلع لي الساعه والدقيقه يكتبوا بالظبط زي ما بيعمل الميلادي، وممكن ان انا كمان اطلع الثانيه لو انا حبيت. وبالتالي يبقى احنا هنا قدرنا يعني نستخدم امكانيات الاي دي اف ان احنا نعمل كاستم كومبوننت مش ديكلاريتيف كومبوننت، لان الديكلاريتيف كومبوننت بيعتمد على ادوات جاهزه انت بس بتجمعهم مع بعض عشان تعمل حاجه مختلفه، اما الكاستم فانت بتبنيه من البدايه على اساس ان هو يكون كاستم كومبوننت. وبكده يبقى احنا شفنا ازاي بنقدر نتعامل مع تاريخ ديجري في الاي دي اف.